كل واحد يجي يحس انه مشهور في شارع الصارت. انا طلعت سياره الريقال هذه يوم جيت فيها بالعصارات من قدي ولا كلمة احد، فكنا نلف عند العصارات وكنا نجلس نتجمع عند العصارات، فكانت ايام زي تلك الاول الان تقريبا. مدينه الرياض وش تعرف عنها؟ تاريخها، ثقافتها، شوارعها، مبانيها، الكثير من ذكريات وحكايات الماضي والحاضر راح نتعرف عليها بتفاصيل وقصص ممتعة تسمعونها لأول مرة. الذكريات الجميلة ما ترتبط بأشخاص فقط، ممكن ترتبط بأماكن، بلحظات، أو حتى بشوارع. وأهل الرياض يعرفون زين إن حتى شوارعها كانت تشاركهم الكثير من الذكريات واللحظات الجميلة والممتعة. واسأل أي جيل عن هذه المعلومة. صحيح، وخاصة جيل السبعينات اللي ارتبط جيلهم بشارع مشهور بالرياض لهم فيه ذكريات وقصص وحكايات. هالشارع اسمه شارع العصارات. أخذ شارع العصارات الصيت في بداية السبعينات، تحديدا في عام 1970 إلى عام 80، وكان هذا بسبب موقع الاستراتيجي وأبرز المعالم اللي فيه، لأنه كان يلتقي مع شوارع مهمة جداً من شوارع الرياض مثل شارع التلفزيون وشارع الخزان وشارع الشميسي. وكان شارع العصارات يمتد من مدينة الملك سعود الطبية اللي هي الشميسي ويصل شمالاً إلى وزارة الخارجية. شارع العصارات هذا بالنسبة لنا مزار، هو بداية انطلاقة العهد الحديث لمدينة الرياض. que eu frequentei muito, né, principalmente os três anos que eu fiquei lá, que era esse meu caminho em termos de treinamento. Às vezes tinha uma quadra nesse clube que a gente, em vez de quando a gente brincava, jogava. عز الترفيه في شارع العصارات. كانت حياة حلوة وكانت بسيطة. ومكان العصارات هذا محل ترويح، ما يقول لك الترفيه هو الترفيه في شارع العصارات. شارع له دور كبير في حياتي لأنه جاء في المرحلة اللي ينتقل فيها الإنسان من الطفولة إلى المراهقة إلى أن يصبح رجل يعني ناضج. كان فعلاً شارع المتعة، يعني شارع الاستمتاع بالنسبة للشباب. شارع العصارات يعتبر عندنا من أحسن الشوارع في الرياض. كانت متعة شارع الخزان عندنا زي يعني متعة شانزليزيه في باريس، ولا يعني تيجي تلقى في شارع العصارات ناس ما شفتهم يمكن من 3 سنوات، من 4 سنوات، من 5 سنوات. في ناس يروحون دراسة خارج يدرس له سنة سنتين ثلاث، أول ما يجي يرجع شارع الخزان. وطولت أيام العصارات، ما هي سنة ولا سنتين، جسد يمكن حول 20 سنة أو أكثر. فترة شارع العصارات كان أول مرة ينكتب اسم ماجد في الشاشة، لعبنا مباراة، أول مباراة لي مع الوحدة وسجلت لنا الهدف، أول مرة ينكتب ماجد اسمه في الشاشة. بعد كذا نزلت في الجرائد. هذه كلها كانت في فترة شارع العصارات. من المعالم الأولى لشارع العصارات واللي ساهم في شهرته وكان من أكبر المساجد وقتها هو مسجد بن عدوان. مسجد بن عدوان في نفس شارع العصارات مع امتداد شارع الشميسي. مسجد قديم كنا نجي نصلي فيه، كان من أكبر المساجد في الرياض. فتلقى المسجد مليان، اللي من مع الزاوية قاعد يقرأ قرآن، ولا الشايب مع أوليده قاعد يدرس القرآن، وفي ناس رايحة في وسط المسجد جاية ماسك الكتاب ورايح جاي، وطول اليوم هو يذاكر، وفي الأخير لا نجاح ولا شيء. ودك كل حارة يصير في نافورة مع هالحر زي حقة شارع العصارات. إيه شارع العصارات اللي عند مستشفى الشميس كانت مشهورة، هناك يجونها الناس وعيالهم يسبحون البحارة، اللي يضيع بزرانه ويرقاهم هناك عند النافورة. طيب
تعرف محمد الانسان بطبعه يحب يسمع من اشياء ذكريات، يعني بدل ما يذكرون انها النافوره اللي عند شميتي صار يذكرون انها النافوره اللي طافشوا فيها. هذا الدوار اللي عند مستشفى شميسي جملوه بنوافير، وتعرف بساطة الناس هذيك الأيام، حر تلقى الأطفال طابين في هالنافورة يسبحون ويلعبون، تلقاه طالع من المدرسة وحطوا شناطهم على الطرف ودخلوا في هالنافورة. بتحصل بعض الأمهات من خوفها على ولدها في المكان هذا ونوافير كهرباء، تلقى أمها تلاحقة على الدويرة تبي تاخذها خايفة عليه. العصارات اللي خلاها تشتهر الأكلات اللي فيها، يعني زي الآن الناس تروح تركيا الأول عشان مطاعم معينة، كان أول شاورما في العصارات، أول همبرجر في العصارات. Era maravilhoso. E na rua tinha um carne que ficava rodando, eu agora não sei o nome, qual é, que vinha num pão árabe, né? Que eles punha que a gente comprava e comia. O sabor da comida árabe é maravilhoso. يعني من أهم الأكلات اللي أنا أتذكرها الشاورما، سواء باللحم أو بالدجاج، المربع مع 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 الجبن، العصيرات، هو أكثر شيء العصيرات صراحة. تعرف محمد أول في شارع العصارات كانوا يتبعون الطريقة العالمية في تسمية المحلات، يعني زي اللي إحنا نسميه اليوم براندينج. مر عليك اسم أبولو؟ إيه، هذا أشهر مطعم في شارع العصارات كان اسمه أبولو 11. صحيح، زي المركبة الفضائية اللي في الستينات. طبعا شارع العصارات هم حبوا يعني يثبتون انهم معاصرين ويتبعون الطريقة العالمية في التسمية، فكانت معظم محلاتهم مثل أبولو 11. اهم مطعم اللي ما زال في ذاكرتي هو أبولو 11، كان هو افخم مطعم في، وكان هو اللي نتردد عليه. سندوتشات البيض بانواع الشكشوكة، المسلوق داخل سندوتش، تاخذ عصير، سندوتش ثاني. قد مر عليك كيف كانت الموضة في ذيك الأيام؟ والله حسب ما سمعت من اللي أكبر منا أنهم يقولون في شارع العصارات في تحول آخر، يعني الشخص يطلع من بيته بشكل ويجي عند شارع العصارات بشكل آخر، لأنه بعض الحركات ما كانت ترضي الآباء والأمهات في ذلك الوقت. إيه، اللي يحط شيء على خنافس يسمونه وغير المهم. فأنا أروح عند الحلاق كل يصلح شعره استشوار 20 ريال، اللي شعره زين واللي شعره مو بزين، عشان نلبس الطاقية هم جنيه، ولا الطاقية الزري نروح نجيبها نشتريها من الديرة من هناك، يعني تصلحها في أسبوع مرة واحدة، أحيانا ننوم فيه نخليه 3 أيام 4 أيام ما نغسل شعورنا، أهم حاجة يكون الشعر واضح والطاقية الزري ولا أم جنيه والشماغ، وتعال ولين جف الليل تعال شوف لك شارع العصارات. هذيك الفترة لما أجي أشوف الصورة أقعد أضحك، كيف كنا إحنا كذا؟ فهي موضة، كان وقتها الآفرو فيه كذا المشط وله زي الحدايد، هذه يسمونها الآفرو، هي كانت الموضة. بعد ما خلصنا من شارع الصارات خلاص الموضة خلصت عندنا، سمعت خلاص نحلق كل شيء. بعضهم بيطول الشعر، بيطول السوالف، بيحطوا تواليت نوع معين من مقدمة الرأس تكون طويلة، وفيه موديل من الشعر اللي هو الأفرو، هذا اللي بيحطوا شعره كبير دائما بتلقى لون من الأهل، كان الواحد لما يجي البيت ما يقدر يطلع قدام أبوه ولا يروح في المجتمع عند أهل جماعته أو أهله أو كذا بالشعر هذا، لكن لما يطلع للأماكن شارع العصارات بياخذ راحته، حتى بعضهم بيرمي الغترة لما يكون شعره ناعم أو قصته حلوة بيستعرض قدام الشباب بهالشيء. دخلت الملابس فالناس بدأت تهتم بهندامها، أول ثوب عادي وأي شيء تلبسه، لكن بدأت تدخل الديزاينات على الثياب. كنا طحنا في القلاب ذيك الايام، كنا ننافس، كان القلاب يوصل لين حد هنا، وكنا نقلد محمد عبده وعباد الجوهر، حاولنا نحط 4 زرة 5 زرة ما قدرنا، ما عاد نقدر نلتفت لا يمين ولا يسار. صار هو ابو الموضه، يعني حتى انه كان يحط هنا 3 أزارير وزودها ظاهر 4 أزارير، وصاروا الشباب كلهم ايضا
يقلدون حتى صرنا نسميها موضة سكة التائهين. كان محمد عبده طلع في الأغنية هذه في التلفزيون بالصيغة هذه بالزازارير زي هذه بس دبل. هي بتحصلها على شاد على الرقبة كذا والياقة هذه نازلة تحت. فبس وقتها كنا مبسوطين فيها. Até eles me chamavam de Rivo ou de Abuxana, Abuxana. E tanto é que o som é gutural, né? Vem daqui, né? Que eles falam Abuxana, Rivo. Então pode ser que eu tenha feito as pessoas botar o bigode por minha causa. من افضل شارع العصارات هو يقضني على حقيقه ان في هناك فرق بينك تشوف لاعب في داخل الملعب وبينك تشوفه على الطبيعه لابس لباسه العادي بنطلون و فكنت لما نشوف رغالينو في الملعب او في التلفزيون نشوفه طويل وعريض وخصوصا تحت تاثير قدراته الرياضيه الفائقه يعني. فلما جينا العصارات وشفته في نادي الهلال استغربت الحقيقه وجدت نفسي اني انا بنفس حجمه ونفس طوله الله حقه اكيد انا اقوى مني عضلات يعني وانا زياده شحم يمكن. ايام البرد طبعا كنا ذيك الايام طايحين بالكروهات والكروهات والحاجات. تسوي محمد؟ ها؟ ايش تسوي؟ ما تخبرها التنسيفة؟ ايش دعوة معروفة؟ هذه تنسيفة بنت البكار. طيب تعرف ليش سموها بنت البكار؟ ليه؟ في ماركة لسيارات اسمها باكر فلاينج ليدي. شعارها لها أجنحة تعطي هيئة الشخصية نفسها. صح احنا ماخذين على هذه. ايوه بالضبط من باكر على أساس بكارة يعني. بس حلوة ايش رأيك به؟ والله أنت الحلية. كنا أول يا الشباب اللي 17 18 20 ما تعودنا على لبس العقال، ما يلبس العقال الا الرجال الكبير في السن وكذا، بدينا نلبس العقال، ولا اول من تشخيصتنا كانوا يلبسون القطره بهالشكل ويسمونها بنت البكار. جاي يسجل الهلال الهدف الاول. بعد فوزي على فريق الاتحاد. يتيف ان مومنت فانتاستيكو كي اكونتيسيو، تينا غانيمو دو ايتيهاغ اتي Eu tive a felicidade de fazer o gol da vitória do El Hilal e o torcedor todo, a torcida do El Hilal ficou em frente a essa casa, ao clube, né? A essa rua. Queria abraçar todo mundo, até eu falei, abre um pouquinho para mim passar aí, porque senão eu não vou descer do ônibus. Era maravilhoso e claro, nós ganhamos de um rival e ele estava entusiasmado. في الوقت اللي كان يتنافس الهلال والنصر تعال الشارع هذا ما تقدر تمشي فيه مرة مسكر من السيارات لما يصير له مباراة خارج مدينة الرياض يكون منقولة إذاعية تحصل مجموعة عند العصارات حاطين راديو ويسمعون وذا لما يجي هدف تحس إنه صاير شيء في هالشارع يعني من ضمن الأشياء اللي بذكرها لما النادي هذا يفوز يكون فيه واحد ميسور الحال يقول العصيرات على حسابي نمص شارع العصارات الصعيد الشخصي بالنسبة لي أنا والشخص الرياضي أيضا حققت فيه 79 هدف دوري 80 هدف دوري 81 أيضا هدف دوري فكلها في شارع العصارات فثلاث مرات متتالية هذه ما حد حققها إلى الآن. من الأشياء الجميلة والذكريات الطريفة السينما الموجودة بالأندية الرياضية بشارع العصارات. عارف وش أطرف شيء فيهم؟ هو الشخص اللي كان يتحكم بالفيلم ويحاول يضبط المشاهد. تذكر أول الأفلام المقطعة؟ هذا شخص واقف فوق رؤوسهم يقطع اللقطات. هو يواجه يعني صخب من الجمهور يزعلون عليه يعني. في البحر الأبيض مفهدا ولونه الأزرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا بتغرق. في البحر الأبيض مفهدا ولونه الأزرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا نجي في الويكند نشوف الافلام دخولك 4 ريال 5 ريال يبدا الفيلم يشتغل تناظر بعد فتره تلاقي اللي فوق السور رافعينه زملائه واللي موقف سيارته وطالع فوق السور لما تبدا نسمع صوت ماكينه السينما تبدا تشتغل ويبدا في السماعات ما قدنا نسمع مكبرات الصوت هذه وتسمع صوت فريد شوقي عبد الحليم حافظ الممثلين ذا بصوت ضخم لما يجي فيه منظر او لقطه عاطفية تصوي كأنه الجمهور يصيح كأنه جايب هدف فبعض المرات
اللي بيشغل الفيلم بيقطع الفيلم، بيصيح الجمهور صياح ويهيج ببساطة، فيرجع يشغلها لهم ثانية. كان في شارع العصارات استريو صوت الرياض، واستريو المشتاق، واستريو الهمسات، واستريو الشهير، كلها مجموعة. طبعاً لما أروح شارع العصارة زمان كنت أستعرض أعمالي الجديدة، خاصة الأغاني الأرض أرض الله، واجب تراعينا، في شباب جالسين مع بعض ويستنون صاحب العصير يجيب لهم العصير، أنا مر جنبهم وأسمع أغاني معهم، أحس بنشوة. أنا فنان، أنا حساس، لما الواحد يصفق لك يقول لك يا مساء الخير يا أستاذ حمدي، ممكن وأنت جالس كذا الواحد يقول لك تفضل كاسة عصير. كل هذه دعامات، يعني مقاومات التلحين، مقاومة الإسراع في الإنتاج. كفاني عذاب الله يجازيك بفعلك، يا راحة الضمير ولا ترى لك تداويني. هذه الأغنية تذكرني بشارع العصرات، بنفس الجو والأصدقاء وتفعيلة الشارع. سبب الناس مع التجيل لشارع العصرات انتقال الأندية، وبعد كذا بدت الكباري، بعدها جت شوارع نافست الشارع هذا. الآن كل شيء تغير طبعاً، شارع الخزان وشارع العصارات شارع التلفزيون، حاجات اللي كانت موجودة أول كلها تغيرت، الأربع العصارات أو الخمس العصارات كلها صارت أماير الآن. طبعاً لما أمر في الوقت الحاضر لشارع العصارات أذكر أيام الشباب، وأذكر سيارتي أول سيارة اقتنيتها. Muito feliz na Arábia Saudita. O pessoal me recebeu de uma maneira muito carinhosa. O torcedor, o povo em geral, né, da Arábia, em Riad. Graças a Deus, eu tinha uma adoração pela minha pessoa. Depois de vários anos. Foi uma coisa maravilhosa. Claro, Riad, a cidade mudou completamente. Eu nem sabia onde que era a minha casa mais, onde eu morava, não sabia onde nem era o clube, onde que era, porque Riad ia mudando constantemente. الشهرة، تحقيق الألقاب، معرفة الناس بماجد، المطاعم اللي موجودة هناك، هذه كلها الأشياء هذه كانت مرحلة جميلة لماجد وقتها، طلوع ماجد، نجم ماجد. فعشان كذا مهما بعدت حتكون هذه المرحلة مرحلة مهمة بالنسبة لي أنا، اللي هي شارع العصارات. والله لو رجع بالزمن ورا نبغى نتذكر أيام العصارات، واتذكر سيارتي، واتذكر الطواق الزري، واتذكر الحاجات اللي كنا نسويها، يعني ايام قبل 46 او 45 سنه. ها السلطان، الاماكن ممكن تتبدل تتغير معالمها، بس تبقى ذكرياتها وحكاياتها خالده وحاضره. هذه سنه الحياه محمد، كل زمان له جيل عشان يوثق جزء من تفاصيله اللي تذكرنا بقصص تلامس وجداننا ببساطتها وبجمالها وبعفويتها. صحيح، شارع العصارات هو من الذكريات المهمة عند أهل الرياض. طيب يلا اشرب العصير. يلا.